عرض الصور شبه العارية المخل بالعملية التربوية. جيب كتاب التاريخ صفحة 43. كتاب التاريخ صفحة 43. 43 بعنوان النهضة الفنية. شايفين الصورة اللي قدامكم دي؟ الشكل اثنين قال الصورة في النص ده شبه عاري تماما، حتى أكرمكم الله عضو التناسلي برا الملابس بتاعته. هل دي صورة تليق إنها تعرض في منهج تربوي لأبناء عمرهم 11 سنة؟ ده بيليق يا أخواننا؟ هل ثقافة التعري جزء من الثقافة السودانية؟ ما عندنا، ما عندنا ثقافة التعري. بعدين لاحظوا على اليد اليمين شايل له صليب من غير أي إنكار ولا تنبيه حتى على الصورة، ودي مخلة بالأدب ولا تليق بالأطفال. طيب